في مراسم حضرها عدد من الشخصيات الدينية والصحفيين وممثلي الديانات كافة، تم التعريف بالتنوع والتعددية في إقليم كردستان للكاتب الدكتور آدم بيدار في مركز لالش الثقافي بمدينة دهوك. أنا تكلمت على تاريخ التعايش السلمي قبل 91، ومن ثم قيمت تجربة إقليم كردستان في الحكم، كيف تعامل مع قضية التنوع والتعددية على مستوى السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والإعلام ومنظمات المجتمع المدني. حاولت أن أحدد نقاط القوة ونقاط الضعف، ومن ثم تكلمت على المشاريع الموجودة لمستقبل التعايش في إقليم كردستان العراق. حفاظا على الوضع المتميز لحماية الحرية الدينية في الإقليم، لابد من دعم توثيق هذه التجربة، ولعل كتاب التنوع والتعددية في إقليم كردستان العراق نموذج واضح يضم في طياته دراسة عن التنوع والتعايش الذي ينعم به الإقليم. التعايش السلمي في إقليم كردستان مقارنة ليس فقط بأجزاء أخرى من العراق، وإنما بالمحيط اللي محيط بالعراق، هو متقدم مقارنة، ولكن هذا تقدم نسبي. لا نقارن نفسنا بالمحيط، وإنما نقارن نفسنا بالطموح، وطموحنا هو أنه هذا التعايش السلمي نعززه أكثر، نطوره أكثر، بحيث نكون إقليم نموذجي للمحيط اللي نعيش فيه، في المحيط الشرق الأوسط، وبالتالي يعني نكون نموذج إيجابي بوجود قيادة سياسية، بوجود برلمان يسمع نوصل صوتنا. ولكن طبعا هذه تكون البداية، المتابعة الأخرى تكون تنفيذ ما نتفق عليه بصوت واحد، لأنه قد نختلف في تفاصيل، ولكن متفقين في الطموح أين نريد أن نكون. منذ زمن بعيد تعيش المكونات الدينية والعرقية في مدينة دهوك بتناغم وتلاحم وسط برامج علمية متخصصة لحكومة إقليم كردستان لدعم التعايش الديني والإثني ودمج المواطنين الأجانب الذين يعيشون في الإقليم مع مواطني الإقليم تحت سقف واحد. لقناة زاكروز الفضائية بواردة خاز دهوك.